بحث الدكتور ناصر الخبج عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة عدن مع السيد بيتر رايس مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن تداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية الأخير على مفاوضات تمديد الهدنة وجهود السلام. وخلال الاجتماع أشار الخبج إلى أن الميليشيا أهدرت فرص السلام بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة. من جانبه دعا مدير مكتب مبعوث الأمين العام إلى إعطاء المزيد من الوقت للمساعي الدولية لإنجاح المفاوضات الجارية وتدارك ما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية مخيفة على اليمن.